شو اللي عم تعمليه هلا؟ ولا شي ستي، بس مو لازم اليوم نروح على المحاضرة؟ شو بدك تعملي هنيك؟ هديك المرة المدام عملت محاضرة ليوم واحد وبس. طيب أنا مبارح ما كفيت المحاضرة للأخير، ما فيكي تحكي معها لحتى تعمل محاضرة؟ لا ما فيني، ما فيكي تروحي لعندها. شكلك نسيتي المشكلة يلي صارت مبارح مع الأستاذ، ونسيتي كمان البهدلة الكبيرة يلي أكلتيها. طيب قوليلي شو أعمل هلا؟ لا ما فيك تعملي شي لتصلحي يلي صار، لهيك ما عندك خيار غير إنك تدرسي مع الأستاذ اليوم. طيب شو أعمل ستي؟ بارح الأستاذ أعطاني درس لحتى أحفظ له إياه، بس أنا ما حفظته أبدا. أنا كنت عم ساعدك بالشغل، معناتها اليوم الأستاذ رح يعصب مني كتير وبجوز يضربني بعصايته. وقت كنت بمدرسة القرية كان الأستاذ دائماً يضربني، معقول هو يعمل مثله؟ هيك لكان، معناتها هذا هو السبب يلي عم يخليكي تهربي من الأستاذ والدراسة بنتي. شو رح تضلي أمية كل عمرك؟ لا تضربني يا أستاذ، بترجاك لا تضربني. وبعد هداك اليوم ما رجعت على المدرسة، كان يضربني كتير لدرجة أنه صرت أكره الروحة على المدرسة. معناتها أنت خايفة يضربك بالعصاية. الأستاذ كان قاسي عليك وكان يضربك كتير، بس لا تخافي بنتي، اليوم رح أحكي مع الأستاذ بالقصة، وأنا رح قله أنه الضرب بالعصاية مانو منيح، ورح خليه يصبر ويطول باله. يعني أنا حابة ساعدك، بس المشكلة أنه ما بعرف إذا رح يسمع مني وما يعصب أو ما يضربك أبداً. طيب بركي الأستاذ ما رد عليك بنوم وقتها. الله يكون بعونك يا بنتي، لأنه أنتي غلطتي كتير معه. أنتي ضايقتي مبارح وقلتي له كلام كتير كبير، لهيك بده ينتقم منك. اسمعيني، ما في عندك حل غير الدراسة. انت من زمان كنت تدير بالك كتير على هالوردات وتعطيهم من وقتك، وهلأ شو عم تعمل؟ ستي انت شو بدك؟ صار هون. مين؟ الأستاذ صار هون بالبيت، قلت لي رح تحكي معه كرمال يطول باله علي وما يضربني ابدا بالعصايه. مرحبا مدام. اهلين وسهلين استاذ. اهلين فيكي. كيفك استاذ؟ انت عم تدير بالك على حالك ولا لا؟ ايه عم دير بالي. لا مو صح هالحكي ابدا، شوف وشك كيف صاير، شوف كيف مسمر كتير من الشمس. الشمس بهالوقت بتكون قوية كتير، مو طالع بإيدي شي، أنا مشاويري كلها بقضية على الموتور رايح جاي، فمن الطبيعي إني اسمر. مهراج. نعم ستنا. عصر للأستاذ كاسة عصير وما تتأخر فيها بنوب، وهاتها على غرفتي فوراً. أنت متأكدة ستنا؟
ايه متأكدة من هالشي، في مشكلة؟ يلا روح اعمل عصير لشوف. حاضر. لا 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 وقف، ما في داعي تعذبيه، مدام انا جيت درسها. ايه انا بعرف هالشي منيح، ما رح يصير شي اذا ارتحت لك شوي صغيرة، وانتي حضري حالك بنتي. ايه صح استاذ، ارتاحي شوي، انا رح روح حضر حالي وبرجع. شو هالحكي؟ فهمني انت بشو عم تفكر؟ معقول؟ يلا تفضل معي. اذا بتريد شلاح من رجلك. حاضر مدام. هلا ستي رح تحكي مع الاستاذ منشان ما يضربني بالعصاية ابدا. تفضل. شرب. شكرا. جانجا بنت ذكية كتير، بس ناقصة شغلة واحدة، الانضباط. لهيك انت لازم تشد عليها، وبس تحس انه هي بلشت تشاغب اسحب عصايتك بسرعة وخوفها فيها. مثل ما بيعملوا الاساتذة. ها؟ لا ما فيني اعمل هيك، اسمعيني. الاستاذ وصاني من اول يوم اجيت انه هو ما بحب اني اتعامل مع جانجا هيك. انت هلا كيف بدك يعني اتصرف عكس اللي وعدته فيه مدام؟ لك شبك، انا ما عم قلك انك تستخدم العصاية، انا كان قصدي يعني انك بس تخوفها بالعصاية شوي، بس هيك. لا ما فيني مدام، انا وعدته لابنك، هو فهمني كتير منيح انه رح يزعل مني اذا عرف اني خوفته للبنت. يلا قوم روح من هون. لوين بدي روح مدام؟ يعني لوين بدك تروح؟ اه من غير شي ضيعت ربع ساعة، ما ضل غير ثلاث ربع ساعة بس رح تقبض على ساعة كاملة. لك شبك لساعتك واقف هون عم تضيع وقت، يلا روح من عندي. يلا رايح. لو سمحتي روح على نفس الغرفة اللي فوق. ايه نفسها، نفس اللي قعدتوا فيها مبارح، الطاولة والكراسي مرتبين هنيك. طيب وانتي يلا روحي جيبي كتابك وقلمك والحقيني. ستي انتي هلا قلتي له كل شي للأستاذ مو هيك؟ قلتي له ما يضربني بالعصاية؟ أنا حاولت كتير معه بس هالأستاذ مو سهل أبداً، عنيد عنيد كتير، ما كان يسمعني أبداً. ما فهمت شو قصدك. معنى كلامي جانجا إنه هالأستاذ ما بيقدر يعلم غير إذا خوفهم للولاد وضربهم بالعصاية على إيديهم. ما قدرت غير له عقله، آسفة جانجا. أنا ما بدي إياه يضربني ستي، يعني قولي لي هلأ شو لازم أعمل؟ ما حدا بيقدر يعمل شي أبداً. هلأ خدي كتابك وروحي بسرعة لعند الأستاذ وما تتأخري لحتى ما يعصب ويروح يشكيكي لنيرو، ونيرو إذا عصب بعيت وانت أدرى بس يعصب ابني. يلا روحي من هون بسرعة، يلا مشان ما يعصب الأستاذ ويضربك بالعصاية بعدين وانت تتوجعي كتير. يلا روحي بسرعة. استني استني وقفي شوي، تعي لهون. أنا حاولت كتير إني أقنعه للأستاذ بس ما وافق. أنا عملت كل يلي بقدر أعمله جانجا، بس هلأ الشغلة صارت بإيدك أنتي لحتى تدافعي عن حالك. روحي يلا روحي بسرعة. مهراج. نعم ستنا. مبارح إجانا قصب سكر كتير من القرية، وينون؟ مشان شو؟ الأستاذ ما رد على ستي، شو بدي أعمل؟ لو فيني أهرب بس. مرحبا كيفك أستاذ؟ أهلين. ستنا وصلتني جيب لك هدول لعندك. عن جد؟ إيه جانا قصب سكر من القرية وستنا قامت لك هدول على جنب. لو سمحت حطن هون. ماشي أستاذ. شكرا كتير إلكم. أهلا وسهلا.
تعي بنتي تعي. تعي لهون بنتي وعدي. عادي هون بنتي. هاتي. رح نراجع الدرس الماضي ومنطلع الكتاب. معنى كلامي انه هالاستاذ ما بيقدر يعلم غير اذا خوفهم للولاد وضربهم بالعصاية على ايديهم. طيب بلشي قراءة من هون. قولي بنتي. ماري لديها حمل صغير. شو عم تقولي يا بنتي؟ كل هالوقت ما قدرتي تحفظي غير جملة واحدة؟ ها؟ ما نعيد مرة تانية، رح نعيد من الأول، إيه؟ قري من هون. ماري لديها ما عم تقدري تقري سطر واحد، ها؟ كيف رح تنجحي؟ أنتِ لازم تدرسي أكثر، إيه؟ ري ماري كان لديها حمل صغير. بسيطة. اللي بعده. ها؟ كان لديها صوف. شو عم تقري هلأ أنت؟ يلا عيدي وراي مثل ما بقول. إيه؟ كان صوفه يبدو أبيضا ناصعا مثل الثلج. دورك. كان لديها أبيض. اللي عم تقولي يا بنتي غلط، غلط كبير. كان صوفه يبدو أبيضا مثل الثلج. يلا حاولي مرة تانية لشوف. كان يبدو غلط، كله غلط. كان صوفه يبدو أبيضا مثل الثلج. يلا قريه بقى. كان يبدو مو يبدو صوف صوف. كم مرة بدي أدلك ياها؟ كم مرة صار لي قايل لك ياها وأنت ما عم تفهمي علي بنوب؟ شرحتها 100 مرة. أنت ليش ما عم تركزي؟ ليش ما بدك تدرسي؟ مرة بتخربطيلي بكلمة ومرة بتخربطيلي بحرف. الجملة كلها غلط. هالشي ما بيصير. اسمعيني منيح، أنا ما بدي عيد كلامي، فهمتي؟ كل الأساتذة بالعالم هنن أعداء الطلاب، هذا الشي لازم تفهميه منيح. احتمال إنه أستاذك كان دايماً يضربك لأنك ما كنتي عم تدرسي مزبوط. أنا حاولت كتير معه بس هالأستاذ مو سهل أبداً، عنيد، عنيد كتير. بس هلأ الشغلة صارت بإيدك أنتي لحتى تدافعي عن حالك. شو عم تعملي يا بنتي؟ شو عملت لك انا؟ شو صار لك فجأة؟ قعدي لشوف يلا. شو بك؟ قعدي يا جنجة، حش تعملي فيني هيك؟ من شوي كنت بعقلك، شو صار لك؟ قعدي. لا ما رح اقعد، بعد اللي شو رح تعمل؟ بدك تضربني مو هيك؟ قرب لوجهك. حاجة شو هذا اللي عم يصير فوق؟ لا 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 لا, لا يا بنتي لا، ما رح اعمل شيء ابدا. روقي شوي خلاص، عمل لك ما رح اعمل شيء. من ايدك علي ساعتها رح اشوف شو رح يصير فيك. لا يا بنتي، روقي قعدي وخلينا نتفاهم. شو اللي عم يصير هون؟ خلاص يا جانجا. شو عم تعملي؟ خلاص ما رح اعمل شيء. شو هاد؟ اسمعني شوي، هالاستاذ مو منيح عمو، كان رح يضربني قبل شوي ولهيك انا مسكت العصاية. اذا رح يعيدها مرة تانية انا كمان بدي ارجع اضربه. انا ما بدي ولا استاذ يدرسني، انا ما بدي ادرس ابدا، واصلا هالاستاذ ما انه منيح، ما بعرف كيف بدرس الاولاد. جانجا انت شلون بتحكي هذا الحكي عن استاذك؟ لو ساجارو بوركيت حكوا هذا الحكي قدامي انا اكيد كنت عصبت وضربتهم، وكنت عاقبتهم بأسوأ على هذا التصرف السخيف يلي بيدل على قلة الادب. انا عم نبهك، عم تفهمي؟
انت وين متعلمي هذا الحكي؟ احكي لشوف انت هلا من وين جبتي قلة الادب كلها؟ هذا يلي علمتك اياه؟ ما توقعت يطلع منك هالكلام. انا مو هيك علمتك ابدا. انت شو اللي فكرتي فيه؟ كنتي بدك تضربيه؟ لك كيف بتهدديه هيك؟ وكيف بتحكي هيك مع الاكبر منك؟ لازم تحترميه لاستاذك. عم يجي كل يوم لحتى يدرسك وانت عم تتصرفي بهالوقاحه هي. انت لازم دائما تتشكري للاستاذ على التعب يلي عم يتعبه معك، هيك بكون الاحترام. عيب هذا الشيء اللي عم تساويه. طيب انت بس اسمعني شو بدي اقول. هذا الاستاذ كان بده يضربني بالعصاية. لا مو صحيح هالحكي، البنت ما عم تحكي الحقيقة. انا مستحيل ارفع ايدي عليها ابدا، وانت نبهتني من اول يوم اجيت فيه، وانا من هداك اليوم عم طول بالي وما عم جيب العصاية معي. لكان قلي شو هي؟ شو هي؟ قصب سكر، ما بتعرفي لا قصب السكر؟ المدام بعتت لي قصب السكر مع مهراجي من الصبح. بابا جانجا اكيد تكون فكرت انه قصب السكر اللي معه هو عصاية. شو هالحكي، معقول تفكر قصب السكر عصاية؟ اه يعني بدك تفهميني انك خفتي من قصب السكر؟ بعد اذنك استاذ، في حدا ما بيعرف العصاية؟ استاذ انا هلا بدي اشكي لك اياها انه هي ما كتبت وظيفة امبارح، لهيك هي عم تحط حجة وتكذب كمان. معناتها انت خايفة لانك ما كتبتي وظيفة امبارح وخفتي انه يشكيكي، لهيك عملتي هاي القصة واتهمتي انه هو رفع ايده عليك اليوم. كلامك كله كان كذب؟ كنتي عم تألفي قصص لحتى تتهربي من العقاب؟ انت يا جانجا، انت اللي كنت مفكرها بنت مهذبة واعية؟ انا قلتها وبرجع بعيدة، هاي اسمها قلة أدب. أنا ما فيي اتحمل قلة الأدب وعدم احترامك للكبار، هذا الشيء أبداً ما بقبل فيه. لحد اليوم ما حدا قال الأدب بهالطريقة ببيتي، واليوم بسبب يلي عملتيه صار راسي بالأرض لأنه أنا معتبرك مثل أولادي. لو سمحت استناني تحت. يلا مهراج. نعم حاضر. انت اليوم خيبتي لي ظني فيكي للمرة الثانية، وما احترمتي استاذك بالمرة ولا حتى انا، وهذا الاستاذ مانو مضطر يتحملك. كأنه انت بدك كل شيء يمشي على كيفك ومانك عاملة حساب لهذا البيت. مهراج جيب شاي للأستاذ. حاضر. لا شكرا ما بدي، بدي كاسة مي بس. طيب جيب له مي. حاضر. تفضل ارتاح. أنا بحياتي ما حدا هاني بهالطريقة هي يا أستاذ. أنا فهمان عليك أستاذ، أنت حقك تتضايق، وعن جد أنا خجلان منك وبتمنى أنك بس تروق شوي وتقبل اعتذاري على اللي صار. أنا عندي كرامة يا أستاذ، صحيح ما معي مصاري كتير بس أنا بشتغل وبتعب لآكل من عرق جبيني. تفضل. بس اللي صار اليوم إني تبهدلت كتير من بنت صغيرة وفقدت احترامي قدام كل أهل البيت، وهالشي كتير كبير. بحياتي كلها ما حدا تصرف معي مثل ما تصرفت معي هالبنت، هانتني كتير. ولا قلك بجوز ما يكون الحق كله على البنت، بجوز يكون الحق كله علي أنا، يمكن يكون أنا اللي مقصر بحقها للبنت الصغيرة. أستاذ أنت ليش عم تلوم حالك على اللي صار؟ أنا كمان متفاجئ، متفاجئ من الشيء اللي عملته اليوم، ما عم أقدر أتخيل كيف قدرت تعمل هيك. أنا عن جد خجلان منك كتير يا أستاذ.
ومن الشيء اللي صار اليوم. جانجا بنت كتير عاقلة، بس عن جد ما بعرف شو صار لها. بأكد لك وخد هذا الشيء وعد مني، من اليوم رح تسمع الكلمة وما عاد اسمح لهذا الشيء انه يتكرر. بس اللي صار بدي اياك انه تنساه. انا بعتذر منك استاذ، بتمنى تقبل اعتذاري. وانت شخص محترم كتير وبتحترم كل الاساتذه، وبدي اقول لك الصراحه انا بعزك من كل قلبي، وامتى ما احتجتني انا رح اكون عندك. بس عندي طلب صغير، اذا بتريد لا تطلب مني اني ارجع اعطي دروس لهالبنت الصغيره مره تانية. هالشي ما بقدر اعمله ابدا استاذ. طول بالك يا استاذ، ما تزعل مني، للاسف ما رح اقدر ادرسها. شكرا على كل شيء. الاستاذ وين راح؟ جبت الشاي. ايه اشربه انت. بس انت قلت لي جيب له الشاي له. ايه قلت لك، بس هلا عم اقول لك اشربه انت. مو جاي على بالي اشرب شاي. انا ما كذبت بنوب يا ستي، الاستاذ كان ماسك العصايه وكان بده يضربني، بس عمو ما صدقني ابدا. بس انت مصدقتيني مو هيك؟ مصدقتك وفهماني عليكي انه انت ما عم تكذبي بنوب، بس نيرو هو يلي ما بده يصدق. طيب روحي انت واحكي معه ستي، بترجاكي قولي له الحقيقه لعمو لو سمحتي. روحي وحاكي. انا رح روح وحاكي، بس ما بتوقع انه يمشي الحال. طيب هو ليش مصر؟ لانك حكيتي حكي قاسي كتير مع نيرو، هالشي مو منيح بحقه. يعني هو انصدم كتير من اللي عملتيه اليوم، يعني هو هلأ زعلان منك كتير لانك قللتي أدب وتوقحتي كتير مع الاستاذ. انت ما شفتي حالك كيف هجمتي عليه بالعصايه والطريقه يلي حكيتي فيها؟ بصراحه انصدم فيكي. طيب شو لازم اعمل انا هلا؟ لاقي لي حل ستي، انا ما بدي عمو يضل زعلان مني. يعني هلا هو معه حق انه يزعل منك بعد اللي صار. خلص اسكتي شوي خليني لاقي حل، لانه راسي ما عاد جمع بنوب. قولي لي فكرتي شو بدي اعمل هلا؟ اسكتي بس بقى، شبكي جانجا ما عاد فات لسانك لحلقك، ما عم تخليني فكر. صار راسي يوجعني منك. لقيت الحل، أنا اللي بعرف كيف بيروق. أنت هلأ ما لازم تحكي معه بالقصة لحتى يروق على المزبوط، عم تفهمي؟ لازم تسكري تمك وتعترفي بالغلط يلي ساويتيه، ولازم يعرف نيرو إنك ندمان كتير وما عادت عيديها، ولوقتها أكيد بيكون راق وسامحك. يعني إذا ندمت عمو رح يروق وما عاد رح يضل زعلان مني؟ مو هيك القصة، الشغلة بتاخد شوية وقت، لازم الاعتذار يكون طالع من قلبك. انتي مفكرة انه بالحكي الحلو نيرو رح يرضى عنك بهالسهولة وينسى كل اللي صار، فهمتي علي؟ شو بكون استفدت؟ اذا بدي اندم وما احكي بنوب معناتها عمو ما رح يعرف انه اندمت. انتي ما عم تفهمي علي شو عم قول جانجا. اسمعيني، انتي لازم تقنعي انك خجلانة من تصرفاتك وزعلانة كتير، لازم هالشي يبين على تصرفاتك وتخففي من مشاكلك. بعدين انتي ليش خايفة كل هالقد؟ انا رح ضل واقفة معك ورح ساعدك، وما في داعي تقلقي. طولي بالك كل شي بيتصلح، بكرة هو لحاله بيروق وبيسامحك. ايه خلص انا رح صالحه لعمه، هو ما بيعصب وبعيط علي بدون سبب، رح اطلب السماح بطريقتي الخاصة وبتشوفي. بس رجعي فكري، رح تقدري تضلي ساكتة كل اليوم؟ رح تقدري انك تخلي الحكي جواتك؟ ايه بقدر. طيب لكن ركزي معي كتير منيح، حتى لو سألك نيرو أي سؤال ما رح تجاوبي أبداً، شو ما كان يكون السؤال بتضلك ساكتة وما بتحكي ولا كلمة بنوب، وإلا ما رح تستفيدي من هالندم. رح تقدري؟ ليش لحتى ما أقدر؟ طالما أني بقدر ضل بدون ما أشرب مي معناتها بقدر أني ضل ساكتة. رح نكفي هالقصة سوا ورح خلي عمو يروق كمان، بوعدك ستي. أصلاً هالأستاذ مانو منيح، ما بعرف كيف بدرس الأولاد. جانجا! لو ساقارو بوركيت حكوا هذا الحكي قدامي أنا أكيد كنت عصبت وضربتهم.
وكنت عاقبتهم بأسوي على هذا التصرف السخيف يلي بيدل على قلة الأدب. حاجة عيط على البنت، هي لساتها طفلة صغيرة، يعني بنت صغيرة وغلطت، ما بدها القصة كل هالقد. خلص ترك لي اياها، انا بفهمها. هاي الورقة إلي، أنت ما دخلك. طيب شو مكتوب فيها؟ وليش ليزتوها لعنا هالورقة؟ الشباب اللي على الموتور، أنت بتعرفهم رفقاتك شي؟ مو شايفهم من قبل؟ هلأ أنت شو دخلك؟ لازم تعرف شغلة مهمة كتير، إنه هالرسالة إلي أنا، مو إلك أنت. إلي في شي غلط بالورقة؟ هيك لكان، عم تحقق معي كأنه، ليش هيك عم تطلع؟ بدي اياك تقلي مين هدول الشباب وشو اللي مكتوب بالورقه. ما رح اقلك. يلا. طيب لا تقلي، اصلا ما حدا بيقلي شي، حتى جانجا ما عم تقلي شي بنوب. وهلا يا اخي صار دورك انت. استنى شوي، شو اللي ما قلت لك يا ليش؟ شوفي، انا ما بدي اقول. يلا احكي. ما بدي، اصلا ما رح تفهم، حتى انا ما فهمت عليها شي ابدا. الامور فايته ببعضها. فهمني شو القصه. الكل بالبيت فيهم شي مو طبيعي بنوب. انت بتعرف كيف ستي بتضل بتعيط على جانجا دايما، بس هلا عم دافع عنها كتير، وجانجا ما بعرف شو صاير له. بس هالشي منيح. انا ايمت قلت انه خبر مو منيح؟ بس يعني بابا كتير عيط على جانجا اليوم، كان دايما يدافع عنها، هو معصب كتير. جانجا عملت شي مو منيح بنوب. لكان هذا هو السبب، ستي عم تدافع عن جانجا. كيف هيك؟ هذا اللي ما عم اعرفه، وحتى جانجا ما قالت لي شي. هنن أكيد مخبيين شي، وفي سر كتير كبير بيناتهم، مو هيك أخي؟ شو رأيك تعرف هالسر لحالك؟ ليش عم تسألني إلي؟ مو أنت ذكي؟ وصحيح، المرة الجاية ما بدي إياك إنك تمد إيدك على رسائلي، ماشي؟ شو اللي عم بصير هلأ بين جانجا وستي؟ كيف لحتى صاروا صحبة بهالسرعة؟ لازم أعرف شو القصة اللي مخبيين علي. تعدي انتي جاهزة؟ ايه انا صرت جاهزة. ساوي مثلي، عيدي من وراي. انا جانجا. انا جانجا، وما عاد بدي زعل عمو مني بعد هلأ. وما عاد بدي زعل عمو مني بعد هلا. وبوعد ستي اني ما رح احكي هالسر يلي بيناتنا بنوب. وبوعد ستي اني ما رح احكي السر يلي بيناتنا بنوب. وانا ندمانه على الشيء اللي ساويته اليوم. وانا ندمانه على الشيء اللي ساويته اليوم. من اليوم. من اليوم. ومن هاي اللحظه. من هاي اللحظه. رح اوعدك ستي. رح اوعدك ستي. اني ما اقول السر يلي بيناتنا. اني ما اقول السر يلي بيناتنا. إني ما أقول السر يلي بيناتنا. إني ما أقول السر يلي بيناتنا. أنت شطورة، وهلأ وعدتيني إنه ما رح تحكي وما رح تفتحي تمك بحرف واحد لأي حدا لحتى أنا أقول. طيب انتي خليكي هون، انا رايحه لشوف مهراج اذا جاب الحليب مشان نغلي. اوعيك. لا انتي ما فيكي تحكي هلا، انتي وعدتي انه ما تحكي. نحن مو هيك اتفقنا؟ دغري نسيتي؟ لنشوف إذا رح تسكت ورح تقدر تسكر تمها. جانجا، بدي أحكي معك موضوع كتير مهم. انتي ليش عم تضلي ساكتة؟ شو صار لك هلأ؟ قولي لي. يعني وقت كان بابا عم يعيط عليكي إجت ستي ودافعت عنك، فهميني شو القصة؟ ما كانت تساوي هيك أبداً.
بارح بولكيت قال لي انه اكيد في سر. قولي لي هلا شو عم يصير؟ كيف صرتي انتي وستي صاحبة كتير بهالسرعة هاي؟ قولي غانغا شو القصة؟ يلا بقى قولي لي ليش ساكتة ما عم تحكي؟ يلا احكي بقى. ساغر شو عم تعمل عندك؟ بكرة ما عندك فحص؟ يلا روح دروس. أما كانت عم تسأل عنك هلأ روح. أصلا هالأستاذ ما أنه منيح، ما بعرف كيف بدرس الأولاد. غانغا أنت اليوم خيبتي لي ظني فيكي للمرة الثانية وما احترمتي استاذك بالمره ولا حتى انا، وهذا الاستاذ مانو مضطر يتحملك. لو ساغار وبوركيت حكوا هذا الحكي قدامي أنا أكيد كنت عصبت وضربتهم وكنت عاقبتهم بأسوي على هذا التصرف السخيف يلي بيدل على قلة الأدب. بدك تأكل؟ حبيبي مالك جوعان؟ بلى. وقفي شوي، ما قلتي لي شو رأيك باللي صار اليوم؟ أنا عيطت زيادة عن اللزوم على غانغا اليوم؟ بالعكس، مو أنت اليوم قلت لها إذا ساغار أو بولكيت عملوا الشي اللي عملته إنك كنت بنفس الطريقة رح تبهدلون؟ أنت لازم تطول بالك شوي، أنا متأكدة لو إنه هن عملوا هيك أنت كنت رح تعصب أكتر بكتير من اللي عصبته اليوم على غانغا. إيه بس أنا مو عارفان كيف بدي أشرح لها إنه هي صارت بنتنا، هذا الشيء صعب كتير، يعني نحنا لازم نفكر بمصلحتها. لهيك إمتى وقديش لازم حبها لهالبنت أنا ما بعرف، وإمتى لازم أقسى عليها وإمتى ما أقسى صدقيني كمان ما بعرف. أنا خايف كتير إني يكون عم أقسى عليها لهالبنت زيادة عن اللزوم. أنت ما بيصير تحتار هيك، لأنه صعب كتير إنك تربي وتعلم بنت غريبة عنا، وانت بتعرف هالشي من اول يوم جبتها فيه لغانغا على البيت. انا بعرف شغلة حلوة عن زوجي، ولا مرة شفته قلقان من شي موقف، وبأصعب الظروف كنت دائما تضل واقف على رجليك. لهيك انا ما باكل هم ابدا، لاني متأكدة انك رح تزبط كل شي بيصير، وانا دائما بوثق فيك. شبك بعدين انا متعودة اني شوفك قوي على طول، وانت عم تعاملها مثل بنتك واعز. غانغا غلطت وانت بهدلتها، وكمان فهمت إنه هالشي ما بيصير يتكرر، وانتهت هالقصة، وكلياتنا رح نبلش نهار جديد، ووقتها بس تشوف غانغا رح تنسى كل اللي صار اليوم، وهي كمان رح تجي وتعترف في غلطتها، وساعتها منعتبر إنه اللي صار مبارح مضى وراح، وهيك عطيتها درس لحتى ما تعيدها. شوفي بشو صافن؟ يا ريت لو بيطلع بإيدي إني شوف الموضوع بهالسهولة مثلك وبهالطريقة. حكيك دخل على قلبي وريحني بسرعة، أنا ما بسوى شي بدونك. صدقيني إنه بعد حكيك كتير ارتحت، ولا كأنه صاير شي. بفهم منك إنك عم تتغزل فيني، أجلها لبعدين. إذا مرت عمي سمعتنا رح نستحي قدامها كتير، وطبعاً هي رح تصف معك، وساعتها رح تحط كل الحق علي أنا. رح أطلك تأكل. وقت أمي حكت مع بابا بروق صار يضحك كتير. هلأ بابا أكيد رح يسامحها لغانغا ورح تنحل القصة.
جانجا اسمعيني منيح، انا سمعت بابا وماما عم يحكوا، بابا كان كتير مبسوط وما رح يصرخ عليكي، انت بس قولي الحقيقه ورح تخلصي. ساغار صدقيني انا هلا عم بحكي الحقيقه، انا عطيتك الحقيقه وما رح يعيط عليكي. ليه اجيت لهون؟ شو قصتك انت؟ صرت كبير بدك تخليني عم بركض وراك؟ مساك الشراب. جانجا تعي لهم. روحي. بدي أعرف السبب يلي خلاكي تعملي هيك. عم اسمعك، بدي اياكي تقولي الحقيقة. يلا بنتي احكي شبه. ليكي جانجا، إذا حكيت الحقيقة أنا رح سامحك. قولي لي شو اللي صار. ليش ما عم تقولي شي؟ سألتك سؤال، ليش ما عم تجاوبي؟ ما بدك تحكي؟ حاسس انك مانك ندماني على الشيء اللي عملتيه امبارح مع الاستاذ. ما حسيتي انه اللي عملتيه مع الاستاذ كان غلط؟ فهميني شو اللي عم بيصير؟ ليش ما بدك تجاوبيني؟ شو اللي مسكتك؟ انت بتضلي عم تحكي كل النهار وهلا عم بسألك وما عم بتردي علي. احكي شو اللي صار جانجا ولا تخافي. ما بدك تحكي معي؟ طيب على راحتك. الأستاذ كان زعلان كتير ومتضايق وقت اللي راح، وهو قال لي مبارح إنه ما عاد أحكي معه لحتى يدرسها لجانجا، بس رقاف طلب منه إنه يحاول لآخر مرة كرماله، وهلأ أسألية قدامي لشوف إذا عن جد بدها تدرس ولا لا. بجوز إذا أنت سألتيها هلأ جاوبك إلك. على كل أنا هلأ رح أحكي مع الأستاذ، ووقت جانجا تاخد قرار إنه هي تدرس منيح وتكون مقتنعة بهالشي وبدون ما حدا يجبرها وقتها بيجي رح تدرس. مو هيك بنتي؟ وكمان أنا رح أحكي مع الأستاذ. أنا هذا الشي بدي أسمعه من جانجا. اسأليها كمان شو بدها تقول. جانجا احكي شي بنتي، رح تدرسي؟ احكي مع الأستاذ مشان يجي لعنا؟ جاوبي يلا. انتي أخذي قرار انك ما تحكي؟ عن جد أنا ما عدت فهمت عليك بنوب. خلصنا، ما عاد بدي احكي ولا اسمع شيء. حبيبي اهدى شوي، هي بتضل بنت صغيرة وما بتعرف تتصرف.
أنا حاسستها أنه هي خايفة كتير، طول بالك عليها شوي، لا تفهم أنه سكوتها غلط. لا مو صح، أنا مو مثلك، أنا من الأول عم قلكن أنه هي وقحة وعنيدة، وأنتو اتنيناتكن بتعرفوا هالشي كتير منيح مو هيك؟ بس ما حدا رد علي. المهم هلأ اسمعني منيح، شوف نيرو، إذا من هلأ عم تحكي وما عم ترد عليك ابدا ولا كانه في حدا عم يحكي قدامها بس لانه هي قالت ما رح تحكي، بقى ابصر شو رح تعمل وقت تكبر. نحن كمان منعيط على ساجار وبولكيت بس ولا مره تصرفوا بهالطريقه. امبارح كنت حاسس بالذنب، كنت مفكر اني رح انسى اللي صار امبارح واني ما بقى عيط عليها ابدا، وكنت ناوي اشرح لها هذا الشيء بهدوء، بس لا، حتى بعد ما حكيت معها برواء ما عم تستوعب شيء، كل يوم عم تصير أعند من قبل. أنا ما عاد بدي أكل همها لهالبنت. إذا قررت تدرس رح تقلك إلك مادفي، وإنتي احكي مع الأستاذ، أنا خليني برات هالقصة. بس خلصنا لأنه عندي شغل كتير، لا تخلي حدا يفوت على المكتب. روحي. أمي. إيه ابني مثل ما بدك، يلا نروح، يلا يلا تعي نطلع عنا شغل، يلا يلا طلعي.